الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما أنعمت وتنعم، وأصلي على خير خلقك وأسلم، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أخبرنا بخلق ما في الأرض جميعا لنا، قصد بإرادته إلى إبراز أثر قدرته ليخلق السماء. وهنا نجد ثم، وثم كما نعلم في اللغة للترتيب والتراخي، أي أن ما بعدها مترتب على ما قبلها، ولكن بوجود مدة فسيحة بينهما، لأن الترتيب أو التعقيب حينما يأتي قد يكون تعقيبا مباشرا، وقد تكون هناك فترة. فالترتب للثاني على الأول إما أن يكون جاء بعده مباشرة، وذلك يقتضي الفاء، جاء بعده وعقبه ولكن بفترة، يبقى الترتب ترتب في أمد طويل، نجيب إيه ثم. ولذلك تجد قول الحق سبحانه وتعالى: أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، لأن قبر الميت يتأتى بعد إيه؟ بعد موته على طول. أماته فأقبره، لكن النشور البعث فيه مدة وفترة طويلة، فجاء بإيه؟ بثم. يبقى إذن الفاء للترتيب مع التعقيب على طول كده، وثم للترتيب في إيه؟ في تراخي. أنا قلت، أذكر أنني قلت لكم أنه يجب أن نلحظ في ثم هنا أن القيامة حين تقوم ستقوم على أناس ماتوا في أول الخلق كآدم، وتقوم أيضا على أناس ماتوا قبل البعث مباشرة، يعني خلقوا وبعدين قامت الإيه؟ قامت القيامة. يبقى قبرهم ما استغرقش إيه؟ لحظة. يبقى ثم هنا ما تجيش وياهم، ولا يتكلم عن الأفراد، وإنما يتكلم عن مجموع الخلق، ومجموع الخلق فيه فترة بين إحيائهم وبين إيه؟ وبين بعثهم. ما قالش ثم يحيي الفرد، لا، بيجمعنا كلنا. إذن فقصور زمن المتأخر داخل في طول زمن الإيه؟ داخل في طول زمن الإيه؟ طول زمن المتقدم. هنا إشكال يعني يقوم به الذين يحاولون أن يجدوا في القرآن ثغرة تعارض لينفذوا منها، لأنهم يريدون أن يثبتوا القرآن لمحمد، يريدون أن يثبتوا القرآن لمحمد، ومدام ربنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، يوم هم عايزين يجيبوا اختلاف علشان نقول ما دام الاختلاف قد ثبت يبقى مش من عند الله، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. طيب نقول لهم مش معنى خدتوا دي على انها من عند الله، مش معنى الآية اللي بتحتجوا بها ده ايه خدتها من عند الله، ان كانت من عند غيره تبقى تسقطوا الحجة بتاعتكم، يبقى انتوا خدتوها على انها من ايه؟ من عند الله، عملتوا الميزان برضو من كلام الله، يبقى انتم متناقضين ومضطربين. طب عايزين تقولوا ماذا تريدون ان تقولوا؟ قال لك القرآن حينما تكلم عن خلق السماء والأرض حصل فيه شوية الايه اضطرابات. ايش الاضطرابات؟ قال لك هي الأرض قبل السماء ولا السماء قبل الأرض؟ لأنه في آية هناك يقولوا الأرض بعد ذلك دحاها، مش كده؟ السماء بناها، رفع سمكها واغتشى ليلها، والأرض بعد ذلك بعد ايه؟ بعد السماء. هنا كلمة ثم دي جت هنا دلت على ان السماء بعد الارض، مش كده ولا لا؟ نقول له كان يجب ان تفهم ان هناك فرق بين خلق الارض وخلق ما فيها، لان هناك في آية يقول خلق الارض، مش كده؟ انما جعل لكم في الارض، يبقى فيه مجعول وفيه مجعول فيه،
فالمجعول فيه هو الارض دي اللي تقدم، انما الجعل في الارض الشيء اللي حط في الارض الاقوات والاشياء اللي بقى تصلح الحياة ده. ده استنى، يبقى اذا السماء الارض خلقت جرما، ثم خلقت السماء، ثم خلق ما في الايه ما في الارض. مش ما قالش خلقت الارض ثم استويت للسماء، لا، ده خلق على الجعل لكم ما في الارض، وما في الارض غير الارض. يبقى فيه فرق بين المجعول والمجعول ايه والمجعول فيه. ادي مسألة. يقول لك طيب يا اخي السماء دي مفرد، انتوا عندكم بتقولوا لغة ومش لغة، والسماء مفرد ثم يعود الضمير اليها جمعا، يقول استوى الى السماء فسواهن، مش كده؟ اقول له هنعمل ايه اذا كنت انت جاهل باللغة، وان السماء قد تطلق بايس جنس، والجنس ده يطلق على المفرد وعلى المفردة وعلى المثنى وعلى المجموع وعلى الجماعة والى اخره، والسماء مطلق العلو، خلاص. ثم اراد خلق مطلق العلو فجعل مطلق العلو سبع سماوات. جعل العلو سبع ايه سبع سماوات. هنا بقى برضو لهم اشكال تاني، يجي يقول لك ده حتى في مسألة الخلق، هو خلق الله في ستة ايام، خلق الارض والسماء ومش عارف زي ما بيقول ستة ايام. كلمة صرف ده ستة ايام، طبعا لا يكلمنا بستة ايام الا بما نعرف نحن من مدلول كلمة الايام في لغتنا. مش يخاطبنا وبلغتنا العربية كلمة يوم معناها ايه مثلا؟ ناخدها على انها 24 ساعة، وان كانت هي عندنا بتطلق على النهار بس، لان يوم وليل، كويس كده؟ طب ستة ايام، طب اللي بيقول على انها 24 ساعة ده كل الزمن، واللي بيقول على انها النهار العامل يعني نهار يومنا ايه نهار يبقى نهار، لاننا بننام الباقي، يبقى ده يبقى المحسوب الايه محسوب العملية اللي احنا بنتحرك فيها، كويس كده؟ طيب الايام دي مدام كده يبقى بعرف لغاتنا لها مدلول، ومدام ربنا بيخاطبنا بلغتنا يبقى يريد ان نفهم الايام بمدلول لغتنا في الايام. وجود الزمن في اي عمل يقتضي علاجا. ايه يعني يقتضي علاج؟ العلاج انك انت تباشر العملية بفعل، يعني عايز تخيط ثوب يبقى في علاج بانك تجيب ابرة، مش كده؟ وتأتي بالخيط وتلضم الابرة في الايه في الخيط، وبعدين تقعد ايه تجيب وتلفه وتخيط. كل واحد من هذا الحدث العلاجي بيحتاج لزمن، بيحتاج لزمن. اذا الزمن لا يوجد الا اذا وجد ايه علاج، يعني عملية الواحد بيشتغلها. الله يخلق بلا علاج، الله يخلقه ده بيخلق بكون. يبقى ايه ستة ايام بقى؟ عايزين الزمن احنا ليه نعمل به ايه؟ عايزين الزمن نعمل به ايه؟ ده الكلام ده تقوله اذا كان الله في خلقه يحتاج لعلاج بيعالج المسألة. الزمن يدوب يستسع لدي ولدي ولدي ولدي، نقول له ما دمت فهمت العلاج وغير العلاج، وكن وكن لا تحتاج علاج ومش عارف، يبقى مش عايز زمن. يبقى يجب ان تفهم اولا ان هناك فرق بين مدة الخلق والتكوين والامر بالخلق والتكوين. خدوا دي عايزين تفهموها بدقة شوية. انت مثلا عايز تصنع كوب زبادي، الكوب الزبادي ده بياخد قد ايه على ما يبقى من اللبن الى زبادي؟ ياخد كام ساعة مثلا؟ ياخد 8 ساعات. التمن ساعات دي مالكش انت عمل فيهم، انما العمل انك اودعت العناصر التي تتفاعل لتعمل. يبقى ما نقولش ان انت عملت كوب الزبادي في ستة في 8 ساعات، انت عملت كوب الزبادي كله في ربع دقيقة. يبقى ما اقتضاش علاج. يبقى هو لما خلق الارض وضب لها الكون العناصر، فكانت العناصر وهي تتفاعل بقى في مدتها بقى تتفاعل. طب هو خلقك في قد ايه انت ببطن امك؟ 9 اشهر، وقعد يشتغل فيك 9 اشهر؟ لا، ده هي كن وبعدين خدت مجراها بقى التفاعلي. يبقى ستة ايام هي المجرى التفاعلي لخلق السماوات والارض، انما لم تقتضي علاجا من الله، ولذلك بيلحظ لان العلاج يقتضي حركة، خلاص، والحركة تقتضي متحركا،
ودي احداث كلها ما تجوش على الله, احداث ما تجوش. والذي يتحرك بفعل علاج يحتاج الى زمن يتسع لعلاجه على قدر قدرته, مش كده؟ واذا كانت المسألة منسوبة الى القدرة, فعاني حين اذهبه لاعطي صبيا ثوبا ليخيطه لي ايأخذ منه علاجا كما يأخذ من الاسطى اللي قاعد وما يعلمه؟ ليه؟ اذا بيختلف بقدرته. كلما زادت القدرة والمهارة كلما قل ايه؟ قل الزمن. فانسب الشيء الى قدرة القادر, يبقى لا زمن. يبقى ما فيش زمن خالص. يبقى ستة ايام دي اي اخذتها لتتفاعل تفاعلها كما يخلق الله الجنين بكل, ثم يتركه في بطن امه تسعة اشهر, فلا يقال ان الله خلق الجنين في تسعة ايه, ولكن مدة ابرازه للوجود تسعة اشهر. انت تذهب بقطعة من قماش الى خياط, وبعدين يقول تقول له تخلص لي دي في قد ايه, يقول لك في شهر. يعني عمرها عندي شهر, تقعد عندي شهر, مش عشان هشتغل فيها في شهر, انا قبل الشهر ما يخلص بساعتين هعملها. تبقى ما خديش الزمن دي, انما عمر ابرازها عندي شهر. كذلك عمر ابراز السماوات والارض عند الله ستة ايام. خلق مادتها وخلقها لتتفاعل بتفاعلها الخاصة, فخدت ستة ايه, ستة ايام. دي خدت يومين, ودي خدت مش عارف ايه, وخدت ايه. ادي الاشكال. شيء اخر انه في ايات الخلق من السماء والارض وجدت ايات تحكم الجملة بستة ايام, كلها في ستة, كل الايام ايه, الا اية غافر, سورة غافر, لانها جاءت تفصيلا, فكان المجموع تمانية, المجموع تمانية. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الايه الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وجعل فيها, يعني في ايه, اذا دي تتمت الايه, خلق الارض, وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام, اربعة واثنين, ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين, فقضاهن سبع سماوات في يومين. يومين وستة يبقوا كام؟ يبقوا تمانية. يبقى لما نجمع الايات دي تطلع تمانية, مع ان كل ايات الاجمال في ستة ايام, ستة ايام, ستة ايام, ستة ايام. تقول له يا سيدي, هل المجمل يحمل على المفصل ام المفصل يحمل على المجمل؟ نشوف. كل مفصل يحمل عليه مجمله الا في العدد, فان المجمل يحمل على المفصل. يبقى ازاي يعني المفصل يحمل على المجمل ازاي؟ قال لك لان انت لو نظرت الى الآية لوجدت انه خلق الارض في يومين, مش كده؟ خلاص. وتجعلون عنده وجعل فيها, يبقى تتمة للخلق بتاعها, مش كده؟ في الارض. يبقى لابد ان يكون الزمن للتتمة. يبقى كأنه قال انا خلقت الارض في يومين واتممت الخلق بتاعها في ايه, في اربعة ايام. يبقوا اليومين الاوليين داخلين في الايه, في الاربعة التانيين. زي ما قلت انا ضربت مثل مرة برضو في احد ندواتي, بقول انا سرت من القاهرة الى طنطا في ساعة, والى الاسكندرية في ساعتين. الى الاسكندرية في ساعتين, مش من طنطا بقى, من القاهرة. يبقى انا وصلت الى طنطا في ساعة, والى الاسكندرية في ايه, في ساعة, اي في تتمة ساعتين. يبقى لما قال في اربعة ايام, يبقى مدام المخلوق ثاني تتمة للاول, يبقى الزمن ده تتمة للزمن الايه, يبقى للزمن الاول. يبقوا هم الاربعة ايام اللي بس اللي معانا, ضم اليهم الاثنين التانيين يبقوا كام؟ يبقى فحمل المفصل على الايه, على المجمل. ليه؟ لان المجمل لا تستطيع تفصيله الى ثمانية, ولكن الثمانية المفصلين تستطيع ان تدمج فتردهم الى ايه, الى 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 ستة. وبذلك ينتهي الاشكال. نيجي بقى لكلمة السماء, اللي قال الفلاسفة بقى وجعوا دماغنا فيه, وعلماء الفلك وجعوا دماغنا فيها. نقول له ما هي السماء؟ السماء اسم, في لفظها اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة والى اخره. فاذا قال ثم استوى الى السماء فسوهن فلا اشكال. ليه؟ لأن السماء تطلق على الجهة, ثم قصد إلى جهة العلو اللي هي السماء, فسوى جهة العلو
سبع سماوات. ثم قصدت الى القماش فجعلته خمسة اسواب. في دي ايه؟ ها؟ ولا اي شيء. عال قوي. طيب السماء كل ما علاك فايه؟ فاظلك. وهو بيقول بغير عمد. ايمتن الله على ان السماء بغير عمد الا اذا كانت مادة؟ ده بيمتن انها من غير عمدان. هتبقى لازم مادة. يعني كان المقتضى انها تبقى بايه؟ بعمدة. وما يمكنش تكون بعمدة الا اذا كانت مادة ولها تقل. وإلا فشيء لا مادة ولا له تقل بلا بيمتن على انها بلا عمدان. ايه؟ لما يجي واحد يقولك مثلا عملنا قبة مجلس النواب بلا اعمدة. احنا قبة ايه لو زي مش كده؟ احنا هنبني مثلا المكان القاعة المحاضرات زي ما بنوها مثلا في مكة مثلا بلا ايه؟ بلا اعمدة. وعملوها زي الخيمة والفسطاط كده وبتاع وحاجة تشدها ومش عارف ايه وبتاع وكده. يبقى العجيب ان يكون شيء له ثقل يحتاج الى اعمدة وهو خلقها من غير. وان احنا ما كانش لها ثقل تبقى كلمة اعمدة دي جاية تعمل ايه يعني؟ ملاش، لا ملاش لازمة خالص. يبقى اذا السماء كل ما علاك فايه؟ فاظلك. هو قال بلا اعمدة. وبعدين كمان يقول لك وما فيها من فتور، ما فيهاش ثغرات. يبقى ما دام في ثغرات يبقى كان المقتضى والمنطق ان يوجد فيها ثغرات، ولا توجد الثغرات الا في ماده. انما هو عايز يقول انها ملسه كده. ده كلام عال قوي. احنا بقى لما جينا الناس الذين ارادوا ان يقربوا قضايا القران من قضايا الكون. قضايا القرآن كلام مستور ومنزل على رسول الله من ربه، وكما نزل بلغ، وكما نزل كتب، وكما نزل بقي إلى الآن. وبعدين فيه كون تاني عمال بيجد فيه أشياء. كان الناس اللي عندهم غيرة كما قلنا على القرآن يريدون أن يلتقطوا كل نظرية تحدث في الكون ماديا وعلميا، ويحاولون جاهدين غفر الله لهم ورضي عنهم أن لا يجعلوا القرآن متعارضا معها. سبع سماوات منها مش حاجة مرئية لنا. ايه سبع سماوات؟ ففسروها كما قلنا سابقا الجماعة اللي هم يعني في العلماء المتقدمين مجتهدين العصر الحديث. قالوا ده هي الافلاك اللي هي السبع كواكب اللي اكتشفوا في ايامهم. وانا قلت لكم وبعدين شاء الله ان لا يظل ذلك الظن موجودا في حمل كتاب الله على اقضية الكون، مش الحقيقية المفهومة لهم. فشاء الله سبحانه وتعالى ان هما يخليهم في سبع كواكب، وبعدين بقوا ثمانية، وبعدين بقوا تسعة، وبعدين بقوا عشرة، ها، وبعدين بقوا ايه 11. معنى ذلك اننا بقى نقعد نربع بالقرآن بقى كل ما تيجي حاجة نقول له يا اخويا مال الكواكب دي ومال السماء؟ ده الكواكب دي كلها دون السماء الدنيا، بدليل انه بيقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى دي كلها لا علاقة لها بالايه؟ بالسماوات. ملهاش علاقة بالسماء، ملهاش علاقة بالسماء. وهم نفسهم بقى في علم الفلك وبعلم الهندسة الفراغية ومش عارف جند لما قاعد يعمل فيلم وادانا المسافات اللي بين الكواكب وقال انني بيني وبين مثلا بيني وبين الشمس 8 دقايق ايه ضوئية، وبيني وبين مثلا الشعراء 14 سنة ايه ضوئية، وبيني وبين النار المسلسلة مثلا 100 سنة ضوئية، وفيه مجرات بيني وبينها مليون سنة ضوئية. الله، مليون سنة لحد دلوقتي؟ مليون؟ طب مليون دي تكسبها ازاي؟ احنا قلنا لازم تضرب مليون في كام؟ مليون سنة. مليون، لا، مليون في 365 عشان تطلع ايام، في 24 ايه ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، في 186 الف ميل، اي 300 الف كيلو. شوف بقى تطلع قد ايه دي. شفت تطلع قد ايه؟ الله، وده كله في المجرات الهي، المجرات اللي هي دون السماء الدنيا. اذا فصدق قول الله حين ينبهنا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. وانا لموسعون، ما تفتكروش الحكاية يعني زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عايزين. لما جه وراحوا للامر برضو طب العلماء الطب ايه، وقال لك يا سلام ده القرآن بتاعنا ده تمام، لا تنفذون الا بسلطان. السلطان جه ونفذنا. نفذت ليه يا اخي؟ ده انت رحت القمر.
يا اخي انت بتتكلم كلام عصري. طب يفهم القمر ده من الكون ايه هو؟ ده القمر بالنسبة للارض ضاحية من ضواحي الارض، مصر الجديدة بتاع الارض. ايه القمر في السماء؟ سماء ايه اللي تقول لي السماء الا بسلطان، يعني سلطان السماء، وده احنا طلعنا القمر. القمر ماله مال السماء؟ ده القمر اقرب كوكب ايه؟ يعني لما بيخش ثانيتين ضوئيتين لسه الشمس بعد، مش كده؟ لسه الشعر العبوه، لسه المرأة المسلسلة، لسه المجرات، وبكل ده فين؟ في السماء الدنيا. بايه اللي جاب السماء هنا؟ يقول امال ايه الا بسلطان، ما هو سلطان العلم خلانا. وانه هو لو كان سلطان العلم كان يقول بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب ما هم انتصروا بقى راحوا، يبقى لازم تتاكد فلا تنتصران ولا ما اتاكدش. يقول امال بس الاستثناء ده جاي ليه؟ قول له ايوه انا مش فاهم. قل انا لا افهم الاستثناء الا بسلطان دي جاي ليه؟ لانه لو لم يقل الله هذه الايه ويستثني فيها إلا بسلطان لكان محمد صلى الله عليه وسلم حين قال صعد بي إلى السماء كنا نقول له أنت كذبت وحاشا أن يكذب، لأن الله يقول لا تنفذون. فقول الله إلا بسلطان أي منا، اللي احنا عايزينه يطلع نطلعه، واللي ما نعوزوش يطلع ما يطلعش. يبقى إذا إلا بسلطان دي بتستثني مين؟ تستثني المعجزة، المعجزة المعراجية لمحمد صلى الله عليه وسلم. إلا بسلطان منه، لا بسلطان إيه؟ إلا بسلطان منه. ثم بقى يجي مدام السماء كل ما علاك فإيه؟ فأظلك. وبعدين الأرض ثبت إنها مش مسطوحة، له مثلث وله مربع وله مستطيل وله شكل معين، ولا فيش حاجة من دي خالص. ليه؟ قال لك لان تصلح كما قلنا يقتضي النهاية المحدودة، وما دام يقتضي النهاية المحدودة ما كانت ان شاء الله تكون دايرة. في فرق بين دائرة وكروية، الدائرة سطح انما الكرة حجم، مش واخد بالك؟ فلما تكون بالشكل ده ونيجي كده نقول نأتي في الحد اللانهائي ده ونجد الارض انتهت. طب هل وجد هذا؟ ما وجدش. يبقى اذا ما هيش مسطحة، انما كل ما تمشي تلاقي ايه؟ تلاقي ارض. يبقى مددناها يعني فيه ارض، في ارض تبقى لازم تكون كورة. وما دام كورة والسماء هي ما علا فاظل، ادي كورة هي، يبقى دي لها سماء هنا مش كده، ودي لها سماء هنا، ودي لها سماء هنا. تبقى السماء ايه شكلها؟ محيط مكور، محيط. يبقى اللي تحتي المقابل ليا، اللي رجله في رجلي على الكرة الأرضية، رأسه إلى سماء، وأنا رجلي في رجله ورأسي إلى سماء. واللي في العرض ده كده هو برضو رجله في رجل التاني ده ورأسه إلى إيه؟ مدام ده رأسه إلى سماء، اللي في الأعلى، واللي في الأسفل رأسه إلى سماء، واللي على اليمين رأسه، واللي على الشمال رأسه. اعمل قوس يوصل الرؤوس دي ببعضها، لا تطلع دايرة ضروري، تطلع دائرة، عشان كل حتة يبقى فيها ايه؟ سمع. كل حتة فيها سماء. ومركز الارض بالنسبة لها متحد، وايه؟ متحد. وبعدين بقى سبع سماوات، يبقى سيب الدائرة دي وهات مسافة تانية واعمل سماء. السماء ده ايه؟ هتبقى السماء التانية هتبقى بالنسبة للسماء الاولى وهي اللي على الارض دي، تبقى ارض بالنسبة لها. واللي فوقها سماء، وتاخد برضه الايه؟ الدايرة. وبعدين تعالى للسماء التانية برضه، افرض ان اللي عايش في السماء التانية اللي لقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وعايشين على السماء، يبقى السماء الاولى اظلت ادم، السماء الثانية اظل اقلت ادم، والاولى اقلت ادم، والثانية اقلت ابراهيم، والثالثة اقلت مثلا موسى، ودي اقل. يبقى فيه شيء اقله وفيه شيء اعلى منه اظله، يبقى في اراضي كل كل وسماء للايه؟ وسماء للكل، الى ان تنتهي الى السماء الايه؟ السبعة. بعدها سدرة الايه؟ بعدها سدرة الايه؟ سدرة المنتهى. يبقى لازم نعرف ان السماء مش كما يظنون هي الكواكب، لان الله جاء باكتشافات اللي جاءت بها العقول البشرية انهم طلعت الكواكب. ثم اذا كانت هي السبع سماوات، طب والمجموعات الشمسية التانية؟ المجموعات الشمسية التانية اللي في المجرة ده، احنا المجرة بتاعتنا
فيها 100 مليون مجموعة شمسية. يعني شمس بايه؟ بتوابعها. شمس بتوابعها. يبقى اذا ما تقوليش دي قول له لا ده السما دي انت بقى يعني معرفتك لا اجعلها غيبا بالنسبة لك. وصدق فيها من خلقها. ولن تستطيع ابدا ان تعرف كنها. ليه؟ أقولك لأن بس حاجة بسيطة. أتعرفون أن اجتراء العقول على اكتشاف ما يقرب أو الوصول إلى ما يقرب منها دليل على الاستحالة في أن يصلوا إلى الأبعد؟ مش دليل يطمعهم في أن يصلوا إلى الأبعد، لا ده دليل استحالة. ليه؟ نشوفها كده. هم طلعوا للأمر في قد إيه إن شاء الله؟ كم يوم؟ لما مش لما طلعوا للقمر مثلا قد ايه؟ 3 ايام مثلا. حال في ثانيتين ضوئيتين حازوا 3 ايه ايام. لما يطلعوا للشمس مثلا هنفرض ان ما فيش حاجه تصدهم، لا اشعاعات ولا اي شيء ولا احتراق ولا اي حاجه، ياخدوا قد ايه؟ لما يطلعوا للشعر العبور ياخدوا قد ايه؟ مش كده؟ يبقى اذا بقى لما تيجي تطلعهم للمراه المسلسله 100 سنه اضربها بقى شوف عشان يطلع ال 100 سنه ضوئيه دي هيطلعها في قد ايه. اللي بيننا وبين القمر في يومين، شوف دوكو هيطلعها في قد ايه؟ مع ان بيننا وبينه ثانيتين. تقوم تلتفت تلاقي تعوز كم جيل علشان يتوالدوا في المركبه. والاجيال تتوالد ويعلموهم بقى العلم من جديد ويقولوا لهم ويحشوا، واقوات بقى تقعد يقضوهم مثلا كم مليون سنه. هذا متاكد؟ يبقى اذا الله جعل وصولهم الى ما يقرب عشان لما نقيسه باعمار الزمن التي والذي وصلوا فيه ونيجي نطبقه عليهم يبقى يستحيل ان يصلوا الى اعلى من ذلك. مش ممكن، مش ممكن ابدا يصلوا الا بسلطان بقى اللي هو قايل ايه، اللي قايل عليها ربنا سبحانه وايه سبحانه وتعالى. واذا كان انا اقول ان مثلا علم هذه المساله خدت بالك وايه، طب لما عرفنا حكايه القمر دي استفدنا احنا عملنا ايه؟ بالك اللي اكتشف المنديل بتاع الورق بتاع الزكام ده هو احسن من اللي طلع القمر. اللي اخترع عود الكبريت احسن منه. اللي اخترع رغيف العيش احسن من الحكايه دي. اذا انت لا تشغل العقل الا بامر يعود عليك بالنفع في تقليل حركتك وتصعيد ثمرتك، انما غير هذا ما ينفعش. يبقى اذا لما نقول ايه يعني ثم استوى الى السماء فسواهن ايه، يبقى كل الاشكالات جات ولا لا وانتهت واحنا مش مكلفين يا اخي اننا نقول الكلام ده. احنا مكلفين بان الشيء الذي يخبرنا الله به ان كان لطلب حكم نفعله علشان نساب، وان ما فعلناهش نعاقب، فلازم نفهمه. انما امور كونيات نترك للكونيات على قدر طموحات العقل التجريبية، انما الكلام النظري ما نقولوش لانه لا يقدم بل قد يشكك، بل قد ايه يشكك. ثم استوى الى السماء فسواهن ايه 7 سماوات. شوف بقى الدقة بقى، فيه واحد يروح عامل لك الحاجة وتطلع زي ما تطلع، وبعدين يقول لك انا ها يجيب حتة مثلا عجينة كده ويروح عاملها كده وقوم تطلع كام رغيف زي ما تطلع 5. لا قال لك ده ديك جاية 7 يعني ايه بتقدير، انا اقصد انها تبقى 7. اوعى تقول ان الحدث هو اللي جه فحكم بما صار اليه الحدث عن غير خلق وتقدير، لان الخلق قلنا انه ايجاد على تقدير، ايجاد على تقدير، انما يوجد كده زي ما يكون لا، وهو بكل خلق عليم. هذه الآية لو ان البشر التفت اليه كان يعدل مزاجه في الاختراعات، لان العقل بيغر حين يبتكر شيئا. قد يبتكر شيئا لأنه ضروري لحل مسألة أنا بصددها الآن. مش يكفي هذا إنك أنت تجيب مسألة تبتكرها عشان تحل مشكلة أنت الآن بصددها، ولكن انظر أتأتي بشر من هذه المشكلة أو لا تأتي. قد تكون هذه المشكلة أرحم من المشاكل التي تيجي من حلها. يبقى إذن ليس من طغيان العقل بقى إنه ساعة ما يشوف حاجة وبده يكتشف لها حاجة بيجعل الحاجة دي هي الوحيدة المقصد. نقول له دي مش بكل خلق عليهم. يعني هضرب مثلا، أول آفات القطن ما ظهرت كنا زمان وإحنا صغار بنبيد الدودة
إبادة إيه؟ يدوية. ما بنحطش، إحنا بنصلب الضار، ما بنحطش حاجة قد تنفع في إبادة هذه الدودة، ولكنها قد تضر في أشياء سنعلمها فيما بعد وقد علمناها. فلما جت أمريكا اخترعت الدي دي تي، يا سلام إبادة الدودة بقى مش عارف. وبعدين أمريكا التي اخترعت وزهت على الدنيا بأنها اخترعت مبيد هذه الحشرات هي الذي سنت قانونا بإبطال استعماله. ليه؟ لأنه ما اقتصرش على إبادة ما يراد إبادته، بل أباد ما لا نحب أن يباد. أباد ما لا نحب أن يباد. عرفناها إمتى؟ بالتجربة. لما عرفناها بالتجربة قل أهم دول خلقوا صحيح، إنما مش بكل خلق عليه ما عرفوش. وهل أدلكم الأخسرين أعمالا، هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى إذن قول الله وهو بكل خلق عليم يدلك على أن كل مخلوق له مصنوع بهيئة حكيمة لا ينشأ منها ضرر، بل الضر من شيء يكون نافعا لأسمى منه. ضر من شيء يكون نافع لأسمى منه. يجي مثلا الله جاب لنا الحيوانات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون، مش كده؟ وسيلة مواصلات. وبعدين لها فضلات ولا ملهاش فضلات؟ لكن فضلاتها بنسمت بها الأرض وإحنا اللي بنجيبها، نلتقطها منها ونبعث ناس يتتبعوها عشان ياخدوها عشان تسمد الأرض. يبقى عادمها عادم خلق الله نافع لخلق الله، لكن عادم خلق البشر ضار بخلق البشر. شوف عادم السيارات عمال يعمل في البيئة إيه وبيلوث فيها إيه. ليه؟ لأنهم خلقهم وليسوا بكل خلق علماء، ولكن الله خلق وهو بكل خلق إيه؟ عليم. يبقى مش هيترتب على شيء يخلقه شيء ضر أبدا، بل يأتي بالإيه؟ يأتي بالخير ويأتي بالإيه؟ ويأتي بالنافع. ويبقى ده غذاء لده وده غذاء لده وده غذاء لده وده يفتك بيه ده علشان ده للآخر. وبعدين يجي يقول لك السمكة الواحدة شو بتبخ من كام واحدة؟ ليه؟ عشان الحق سبحانه وتعالى مقدر. لكن المرأة أقصى التوائم بتبقى شاذة، تبقى فرد بس، إنما السمكة تروح بخ إيه؟ والطيرة ملايين. ليه؟ مالك؟ لأن السمكة دي هتبخ، بيجي سمك تاني هيعيش على الصغير، يدوب نخلى على الليم في دمين الكبير يدوب هو يقضي، لازم يكون كتير قوي. وبعد ذلك لا يجعل حياة الصغار إلا على الشاطئ، ما يدخلوش، ويجعل حياة المتوحش في الأعماق. نظام، نظام ايه محكم. وهذا لا يتسرب الى هذا، وهذا لا يتسرب الا بالقدر الذي لا يضر الثروة، بالقدر الذي لا يضر. انظر مثلا، كنا ونحن في الريف ساعة يروي الفلاح ارضه نجد اسراب ابي قردان، انظف حيوان تجده تراه عينك، شكله رجله الطويلة القوي ومن قاره الطويل القوي، لانه هيعمل في المية كلها وبيدق الدود وعلى وش المية زي ما بيقولوا واقف كده، كل المية ما تنطر دود او حشرات او يروح نائرها يروح نائرها يروح نائرها. المبيدات خلاص لا، انهت هذا النوع، انهت هذا الحيوان اللي كان صديق الفلاح وكان ينص على ان رجال الامن والضبط ان لا واحد بيموته حكموه يحكموه، يعني معمول بايه؟ بتقدير، كل حاجة بتقدير. فلما معمول لها يجي لها قطط عشان تاخد مش عارف ايه، وقطط مش عارف، كل حاجة معمولة بايه؟ يبقى وهو بكل خلق عليم. احنا نطمح ان نكون خلاقين، انما بس هي لازم يكون عن علم، لازم يكون عند المعادلات. لما جم يموتوا قواقع البلهارسيا في بحيرة قارون، وقت البعث الألمانية تبوتها في 9 ساعات مثلا، أنا بتكلم مع الراجل يعني اللي بيشرف على العملية دي، وقالوا ساعة موتوها في 9 ساعات، إنما هل السم الذي يميت القواقع يموت معها أم يبقى هنا؟ لازم يبقى، حيتسرب إلى الناس بس ببطء شوي.
وحيتسرب الى النبات وحيتسرب الى الحيوان وحيتسرب الى البتاع. وبعدين يظهر ايه؟ يظهر الاثر. دلوقتي الامراض بتكتر ولا بتقل؟ بتكتر. ليه؟ ايه لاننا بنعمل اشياء وما بنعرفش ما يترتب عليها. نحن بصدد شيء نريد ان نميت. كان زمان لما اخترعوا المواد المضاد الحيوية اول ما اخترعوه يقول لك ده بتموت الميكروب. ايوه ما هو في احياء في بطني لازم تكون عايشة. لازم تكون عايشة. فبيموتها اخرى. قاموا قالوا يا ناس ادوله مقوي وياها بقى. يوم لازم ساعة ما يوصف الحاجة اللي هي البتاع اسمها ايه دي اسمها ايه المضادات الحيوية لازم يوصف وياها ايه فيتامينات ومقويات علشان ايه عشان ايه هتموت ده وده. لا الشطارة انك انت تجيب تكون تجيب حاجة موجهة تروح على الميكروب في ايه فتبيده. ما عندكش بقى انت مش عليم بقى ما انتش بكل خلق ايه يبقى. ولذلك قلنا ان كل شيء في كون الله لا دخل للإنسان فيه ولا لاختياره يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. الفساد بيجي فين؟ أين يأتي الفساد؟ فيما للإنسان فيه مجال يقتحم المجال بدون منهج الله. أهو فائدة المنهج عشان احنا نقتحم المجالات بحارس ممن يعلم بحارس. لكن إذا اقتحمنا المجالات باختيارنا المطلق يبقى ايه تفسد. ولذلك انا قلت لهم مره قلت لهم احنا عايزين نروح غابه ما دخلهاش انسان شوفها شكلها ايه ما فيهاش امان. وروح ادخل غابه بقى دخلها انسان. انا ما بقولش انسان يعني منظم وراقي وعرف قيمه الاشياء لا. تلتفت بقى تلاقي ورق اللحمه والعظم بتاع السمك وقشر الموز وقشر البرتقال مش كده والصفيحه اللي كان فيها الجبنه والمشكوت الدنيا والورق والده هيصة الله والزهر مقطوف من هنا وده مدهوس من هنا وده مش عارف ايه. انما شوفها كده بطبيعتها يقول لك انف دي روضة انف. انف يعني ايه؟ يعني ما حدش من الانسان دخلها. فعلى جمالها الفطري جمالها الايه؟ جمالها الطبيعي. يبقى اذا يا انسان لا تقتحم بحركتك الاختيارية مجالا الا بمنهج يحرسك. فأنت علمك قاصر وقد تعلم شيئا وتغيب عنك أشياء. فالشيء الذي ورد لك فيه من الله منهج اقتحم مجاله بمنهج الله. فإن لم تقتحم مجاله بمنهج الله يبقى علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى إذن قول الله سبحانه والذي خلق لكم إيه ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ايه سماوات وهو بكل خلق عليم. حط تحت دي كده خط كده وقعد كل ما تشوف حكمة لله في الكون قل هو بكل خلق عليم. وحطها برضو وساعة ما تشوف فساد لفعل الانسان الاختياري قل لانه ليس بكل خلق عليم. ومن هنا نشأ ايه نشأ افساده في الكون. وانا قلت ان اللي بياخد الحاجة عن علم سطحي ويحفظ شيئا ويغيب عنه شيء بيضر الكون لان يتعمل عن عمق علم يا بلاش سيب المسائل كده. لما تعمل عن عمق علم يبقى لا يترتب على عملك الا كل ايه كله خير كله خير. فما دام بيترتب على عملك كله خير يبقى الكون كله ايه زي ما قلنا الكون يبقى كله جميل. ساعة ما نشوف واحد انشأ حاجة حلوة نقول ايه الله. شوف بقى النغمة الجميلة اللي تيجي في الكون ساعة ما كل واحد يعمل الحاجة عن علم وعن ايه الحكمة. لا تكفي القدرة على ابراز الاشياء وانما لا بد من رصيد من وجود علم واحاطة علم في ايجاد الاشياء. مش شطارة انك توجد الاشياء لازم توجد الاشياء اللي تديك الخير ولا يعقبهاش ايه ولا يعقبها الشر. دي تيجي منين؟ من قوله سبحانه وهو بكل ايه وهو بكل خلق عليم. بعد ان تكلم الحق عن جعل خلق الارض وخلق السماوات وسبع وهو بكل خلق عليم دي كلها ايه كلها مكان لوجود المخلوق اللي هيجي ليكون. ما خلقهاش لذاتها بقى ده خلق لكم خلق لكم يبقوا انتم الاصل. فقبل ما يقوم يتكلم عن الخلق بتاع آدم راح مدينا قال اطمئنهم انا مش هجعل آدم يقتحم كده الوجود وبعدين نقعد لا ده قبل ما يوجد
مترتب له كل ايه؟ كل حاجة، حتى يأتي على رصيد من ايه؟ مما يستبقي حياته وبقاء ايه؟ وبقاء نوعه. بعد كده بقى بعد ما وضب الامور دي كده واسس لنا البيت زي ما بيقولوا، جاب الايه العروسين اللي هيعمروا البيت ده اللي هي الخلافه في الارض لادم ولمين ولحواء، اصل الايه اصل التكاثر الايه الانساني. هنا كلام يجب ان يقال، وهو ان الكتب التي تكلمت عن ادم وعن الاعمار وعن الاجيال وظلت تحسب كذا، وجد أن حسابها لا يصل إلى حسابات إلى الحسابات التي تقدر الزمن بملايين السنين. لما تيجي تحسب كده تلتفت تلاقيك تعوز 10,000 سنة بس لحد ما توصل لهذا مثلا. في أشياء ثبت علميا تجريبيا إن عمرها أكثر ملايين السنين. يظن بعض الناس أن ذلك يتناقض، لا، لم يقل الله أن أنا أول ما خلقت في الأرض خلقت آدم، أول ما خلقت من نوع كنتم آدم، مش أول ما خلقت الأرض خلقت آدم، لا. إذن فمجيء شيء يعمر في الأرض أقوى أطول من آدم ما يقدحش في حاجة، لأن الله لم يقل أنا أول خلقي على الأرض آدم، أول خلق جنسكم آدم. بدليل اللي يقرأ القرآن زي الناس يفهم، يقول والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الله، يبقى في جنس عمر الأرض قبل آدم، يبقى آدم ما هوش اتخلقت الأرض وخلقنا آدم. حتى إن لما تقول ده فيه ملايين وده مش ملايين، ما فيش فيه، ما نقول له ما فيش فيه تناقض، لأن الله لم يقل أنني خلقت الأرض وخلقت أول من عليها آدم. ده آدم أول جنسكم، آدم أول جنسكم، وأول جنسكم جاب لنا جنس مباشر قبله، والجنة خلقناه من قبل. وإذ ولماذا لا تأخذ في قولين جاعل في الأرض خليفة؟ ما هو بعضهم خليفة للقدرة في أن الأشياء تنفعل له ويخلق، ولذلك قال أحسن الخالقين مثلا، يعمر الأرض ماشي، فهم ماشي. أو خليفة يخلف خلقا كانوا موجودين، بدليل أن الملائكة برضو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ويهلك الحرث والنسل. إذا كانوا عارفين أن في دماء وفي حاجة حصلت وفي إهلاك حرث وفي إهلاك نسل، الله، يبقى إذا في عالم تاني. طب ولماذا لا نفهم من قول الله إن يشأ يذهبكم وهاتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني الحكاية مش بعيدة على ربنا، ها؟ برضو يحصل. إذن فلا تقل أبدا أن تحديد ما حدد بملايين السنين يتناقض مع القرآن في شيء، لأنه لما يحسب عمر آدم إلى الآن ما يصلش إلى هذه المدة، نقول له لا، القرآن لم يقل إن آدم أول من خلق في الأرض، جائز أن يكون خلق قبله كتير، وما آدم عند القياس في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس أوادمه، كان أودهم كتيرة أوي. إما لو أني أشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، دي عزيز يعني مش غريبة على الله، يعني ممكن إيه، ممكن تحصل. ما يجوز أن يكون خلق تاني، ما يجوز أن يكون فيه خلق يستقبله ولا يبتكر، وإحنا أسمى ما فينا أننا نأخذ ما أعطانا الله ثم نأتي بأشياء جديدة. يجوز أن الخلق ده كان في الطور القبلة اللي هو ياخد اللي موجوده بس، ولا يشغلش عقله في أنه يستنبط حاجة. إحنا غير كده، إحنا عمالين بنا إيه، بنستنبط حاجات، ولذلك فألف تبارك الله أحسن الإيه الخالقين. يبقى احنا يبقى فيه خلق يستقبل ما خلقه الله ولا يزيد، وإحنا امتزنا بأننا نستقبل خلق الله ونزيد، بس بقيت هناك بقي هناك فارق، وهو أننا نزيد ما لا نستطيع أن نعطيه الحياة. اللي نخلقه يفضل على إيه زي ما هو، ولا يحصلش منه تكاثر، زي ما قلنا ما نجيبش كوباية ونحطها مع كوباية ونقول لهم باتوا يا بعض وهاتوا لنا كوبايات، لا، دي ما نمكنش، ما نقدرش على ايه سر الحياة. اذن فمن الجائز ان يكون هناك ايه خلق، ايه خلق اخر، ما قلناش ان هذا. فاذا قالوا انهم مثلا بتحليل بعض الاشياء ووجدوا عمرها الكربون عاد اشعاعه بيدي العمر، اشعاع الكربون بيدي العمر، بيجيبوا حاجات ويعملوا منها حتة فحم وبعدين يشوفوا اشعاعها قد ايه، يقدروا ايه، وانت تستطيع تزرع شجرة بايدك، انت ازرع شجرة بايه بيدك،
وخليها لما تبقى خشب كده وبعدين بص شوفها كم سنه. تستطيع كده من غير ما تكون انت اللي زارعها تجيب قطاع كده وتقطع الشجره وتبص كده للدوائر اللي موجوده فيه؟ الدوائر دي كل دايره بسنه، كل دايره سنه. انت تعرفوا علم نبات ولا حاجه؟ كل دايره بايه؟ ولذلك جزع الجزع يدخن ويدي بيدي العمر. لما تقطعها كده هتلاقي فيها الايه؟ الدوائر دي تحدد اعمارها. لو انت خدت بقى من حته دي وعرفت عمرها قد ايه وخدت منها حته وحرقتها وعملتها فحم وبعدين شفت اشعاعها تقوم تديك السن ده، يبقى اذا ما نقدرش نكذب الاشعاع في تقدير الاعمار ولا نستطيع ان نكذب الله فيما قال. يبقى المعنى ان ادم لم يكن اول الخلق، فدعهم يقولون ان دي عمرها مليون ودي مليونين ودي مليونين، فربنا ما قال لناش ان ادم هو اول من عمر الارض. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل الحديث.